أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. البحائم وافتحي للعلم بابا داعبي من الخواطر والمشاعر حدثينا واحكي عن أهل البصائر يا رياح. أعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ذكرنا في المرة الماضية حديث النواس بن سمعان الكلابي رضي الله عنه، الذي رواه الإمام الترمذي وأحمد وغيرهما، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، وعلى جنبتي الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة، وعلى الأبواب ستور مرخى، وعلى رأس الصراط داع يدعو يقول: يا أيها الناس ادخلوا الصراط جميعا ولا تتعوجوا، وداع يدعو من فوق الصراط. قال عليه الصلاة والسلام: أما الصراط فهو الإسلام، وأما السوران فحدود الله، وأما الأبواب المفتحة فمحارم الله، وأما الداعي الذي يدعو على رأس الصراط فكتاب الله، والداعي الذي يدعو من فوق الصراط فهو واعظ الله في قلب كل مسلم. وقد ذكرت في المرة الماضية أن الله سبحانه وتعالى أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بالاستقامة، والأمر له أمر لنا، فقال تعالى: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا. فمن معوقات السير على طريق الاستقامة الذنب، وإليه الإشارة بقوله عز من قائل: ومن تاب معك، ولا يتوب المرء إلا من مخالفة. والمحور الثاني الذي يعني ينحرف بالمرء عن طريق الاستقامة هو البدع، وإليه الإشارة في قوله عز من قائل: ولا تطغوا. وأصل الطغيان هو مجاوزة الحد، فالعبد يزيله عن طريق الاستقامة ذنب يعاوده أو بدعة يقع فيه. إن القلب حائم. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ثبوت الجبل الأشم، أنه عليه الصلاة والسلام قال كما في حديث جابر وصحيح مسلم وحديث العراقي النسائي في السنن وحديث ابن مسعود وغيره من الصحابة، أنه كان يقول: كل بدعة ضلالة. حديث العراقي: إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وزاد ابن المبارك: وكل ضلالة في النار، وهي زيادة ثابتة. في بعض العلماء يعل هذه الزيادة أنها شاذة، لكن لا أراها شاذة،
هي زيادة ثابتة، كل ضلالة في النار. إيه معنى كل بدعة ضلالة؟ هناك من يقول إن هناك بدعة حسنة، وهذا هو السائر الآن، وكان وإن لم يكن في زمان النبي صلى الله عليه وسلم فهو بدعة حسنة. وبعدين يخلط جاهلهم فيقول يعني السيارات كانت موجودة، يعني ما نركبش لا سيارات ولا طيارات ولا نستخدم مش عارف ايه ولا ايه ولا ايه، فخلط الامور ببعضها. انا اريد الان ان افصل لكم المسائل عن بعضها. اول ما تنفصل المسائل عن بعضها يتضح الحق على طول. الذين يقولون بالبدعة الحسنة ما مستندهم؟ ثلاثة أدلة. حديث ابن مسعود ما رآه المسلمون حسنا فهو حسن. الدليل الثاني في صحيح البخاري قول عمر بن الخطاب عن صلاة التراويح نعمة البدعة هي. الدليل الثالث حديث جرير بن عبد الله البجلي في صحيح مسلم من سن في الإسلام سنة حسنة ومن سن في الإسلام سنة سيئة. فخصصوا عموم قوله صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة بهذه الأحاديث وما يشابهها. قبل ما ندخل في الكلام أبين ما معنى العموم. كل بدعة ضلالة، لفظة كل أينما تراها في أي كلام فهي تفيد العموم. يعني تفيد العموم؟ يعني لا تترك جزئية إلا شملتها. لما أقول لك لما تقرأ مثلا إيه؟ كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل، يبقى في حاجة حرام؟ لا، إلا ما حرم إسرائيل على نفسه. يبقى ده تخصيص ولا لا؟ تخصيص. اللحوم اللي حرمها على نفسه لحم الإبل وألبان الإبل وكده، يبقى كل الطعام حلال. لو قلت لك كل من كل الطعام، يبقى أنا حرمت عليك شيئا؟ لا، ما حرمت على شيء. يبقى كل جزئيات الطعام، كل مسميات الطعام، سمي زي ما انت عايز، مهما سميت الوف او عشرات الالوف من الانواع طالما دخلت تحت مسمى الطعام يبقى هذا حلال لك بهذه العباره، كل الطعام حلال لك. فإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة وكل من أقوى صيغ العموم، تعرف العموم له صيغ، منين ما ترى الصيغة دي تعرف إن إيه الجملة فيها عموم على طول، في الألف واللام إذا دخلت على الاسم يبقى عموم. خلاص. الأسماء الموصولة، الذي والتي والذي واللذان واللتان والذين واللائي، ما ومن، خلاص، وألفاظ كل وجميع ومعاشر. أمرنا معاشر الأنبياء أن نضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة، لن تترك نبي، عشان كلمة ايه؟ وعشان ايه كمان؟ الانبياء، الالف واللام في الانبياء، احنا قلنا الاسم لما يدخل عليه الالف واللام، ها؟ دي بتبقى صيغ. اول ما تشوف صيغة من هذه الصيغ في الكلام تعرف ان الكلام يفيد الايه؟ يفيد العموم. لكن لفظة كل من اقوى صيغ الايه؟ العموم. العموم ده المفروض ما يدخلوش تخصيص الا بصيغه او بقرينه. ازاي الكلام؟ معلش الكلام ده ربما يبقى تقيل في الاول شويه بس انت هتتبسط ان شاء الله. بس ركز معايا. ناس نكره ولا معرفه؟ نكره،
عشان ما فيهاش الف ولا لما تضم لها الف ولا تبقى ايه؟ معرفه. طيب الناس ده لفظ عام ولا لا؟ اسم داخل عليه ايه؟ الالف واللام. جميل. لما تقرا قوله تبارك وتعالى قل يا ايها الناس اني رسول الله اليكم جميعا، الناس المقصود بها مين؟ كل بني ادم. ليه؟ عشان قال لك هنا عمومان، الالف واللام في الناس وجميعا اللي احنا لسه بنقول عليها اهو. يبقى لما اقرا بقى قل يا ايها الناس اني رسول الله اليكم جميعا، المقصود بالناس كل بني ادم على اختلاف مللهم ونحلهم. طيب فاذا قرات قوله تعالى واذن في الناس بالحج ياتوك رجالا، الناس المقصود بهم مين؟ كل الناس ولا المسلمين؟ المسلمين. ايه اللي فرقها عن الناس الاولانيه؟ قل يا ايها الناس اني رسول الله اليكم. سيب جميعا عشان خاطر دي من مسائل العموم واضحه، لا خليها الناس قبل الناس. قل يا ايها الناس اني رسول الله اليكم، المقصود بالناس دي كل بني ادم. طيب واذن في الناس بالحج، قال لك الناس هنا ايه؟ المسلمين بس. طب ايه اللي خلاك تخصص معناها؟ قال لك ان في احاديث وفي ايه كمان انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. يبقى المقصود بمين؟ المسلمين، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم لما ارسل علي بن ابي طالب يحج، ارسل ابا بكر وبعدين ارسل علي بن ابي طالب ليقرا البيان على قريش انه لا يحج بعد العام مشرك، لا يحج بعد العام مشرك. يبقى الحديث ده بين لي ان لا يحج الى البيت الحرام الا مين؟ الا المسلم. واحد مجنون طالع دلوقتي كل شويه عمال يفتلنا فتاوى وبتاع، اللي هو بيقول لك اللبن زي القبولات والكلام ده ما فيهاش حاجه. لو واحد قبل واحده وراء النبي لا تحل له، قال لك ده من اللبن المغفور عنه. واحد مجنون كده المفروض يحجر عليه. ده بيقول ايه بقى؟ بيقول المفروض ان اليهود والنصارى يحجون الى مكة. ليه يحجون الى مكة ليه؟ قال لك عشان الآية وأذن في الناس، الناس صيغة عموم، ده المفروض يروح السجن العموم. ها؟ يقول لك صيغة عموم؟ ما هو شو الجهل يعمل كده؟ يقول لك ده من حقهم انهم يحجوا زينا لان القرآن ما فرقش على ايوه يا ايوه. لا المسألة مش سبهلانة كده، في حاجة اسمها قانون العلم. اللي ماشي عمال يسبح في الفضاء يقع على الدر قبله ويقع من أول مطار. العلم ده له قانون، ديننا ما ظل غضا طريا إلى الآن إلا لأنه يمشي على قانون لا يتناقض أبدا. لو حدث تناقض فده في ذهن القارئ وليس في النص، يشبه له، يشبه للقارئ، لكن حقيقة النصوص يستحيل أن يقع فيها تناقض أبدا. ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وإذا صح الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يستحيل يتناقض مع القرآن، إنما إذا تناقض دليل، دليل ضعيف مع دليل صحيح. ومن شرط الدليلين أن يكون على نفس الدرجات في القوة أو على الأقل فيهما قوة. طب الـ 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 الناس الثانية اللي هو أذن في الناس، قلنا انها ايه؟ لما نحب نصوغها بقى صياغة صحيحة على قانون العلم، اقول ايه؟ اقول هو لفظ عموم يراد به الخصوص، يراد به الخصوص. طب انت قلت يراد به الخصوص منين جبتها؟ قلت لك من الآية انما المشركون نجس فلا يقوم المسجد الحرام بعد عام هذا ولا يحج بعد العام مشرك. تمام؟ اذا لا يجوز ان تدخل تخصيصا على نص عام
بدعة ضلالة. ابتداء اللي بيقول بالبدعة الحسنة يرد على النبي عليه الصلاة والسلام كأنما قال لا يا رسول الله ليس كل بدعة ضلالة، بدليل ان في بدعة حسنة. وحسبك من شر سماعه، يعني دي اول القصيدة، يعني هذا الكلام الى مشاققة الرسول عليه الصلاة والسلام اقرب منه الى التأويل. ولا يجوز لأحد أن يسلب عموم هذا الحديث لأنه عام في كل البدع المحدثات. الأدلة اللي خصصوا إيه؟ مش احنا لسه بنقول لك لا يجوز إنك أنت تسلب العموم إلا بمخصص؟ قال لك جبنا لك ثلاث مخصصات أهو. ما رآه المسلمون حسنا فهو حسن. أولا هذا الحديث لا يصح، حديث ابن مسعود لا يصح. وبعدين كلمة ما رآه المسلمون حسنا ليس المقصود بداهة كل المسلمين، بل المقصود مين؟ أهل الحل والعقد من العلماء بس. فالعلماء حملوا هذا على ماس ما يدخل في باب الاجتهاد زي المصالح المرسلة. قال لك ملوش دعوه بالبدعه ده خالص، فصح مرسله ربما اذا اتسع المجال نتكلم عنها، لان يعني لازم نفرق بينها وبين البدعه، لان دي عامله زي الدهنه او الشغل في اللحم، اذا ما فصلتهاش عن بعضها صح هتجر على دي او تجر على دي، والتفريق بينهم هينجينا من مشاكل كتير. ده دليل اولاني أنه أولا الحديث لا يصح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إنما صح موقوفا إلى ابن مسعود. هنشغله موقوف لأن في كثير من الناس لا يحتجون بالموقوف، لا يحتجون بالموقوف. سلمنا أننا سنحتج بهذا الموقوف، يبقى ده محمول على ما يراه العلماء من باب المصالح المرسلة وليس من باب البدع. الدليل الثاني اللي خصصوا به نعمة البدعة هي الحديث له قصة حج في الصحيحين، أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في رمضان وصلى بالمسلمين يوما ويومين وثلاثة. بعض الروايات تقول لك اللي خرج في اليوم الثالث، بعض الروايات تقول لك صلى يومين وما خرجش في الثالث. فلما الصحابة علموا أن النبي عليه الصلاة والسلام بيصلي القيام في رمضان في جماعة اجتمعوا جميعا فلم يخرج إليهم هذا اليوم. وبعدين قال لهم بعد ذلك قد علمت مكانكم، أنا عارف أن أنتم منتظرين أن أنا أصلي بيكم، لكنني خشيت أن تفرض عليكم. فكان صلى الشهر كله كانت ممكن تفرض عليه، تفرض على المسلمين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم رحيما. أصلي الفرض يعني يعني انت متكلمش، ما عملتوش هتدخل النار في مقابل التقصير، يبقى دي الواجب ده كأنما ايه هو شبيه بايه؟ شبيه بالقيد. المستحب قال لك باب واسع تعمله اهلا وسهلا، ما تعملوش خلاص. لكن الواجب ايه؟ تعرفه عند الاصوليين الواجب ما طلب فعله من المكلف على سبيل الحد والإلزام. مالكش خيار تقول لا، إذا أوجب الله عز وجل عليك شيئا أو أوجب النبي صلى الله عليه وسلم عليك شيئا ما تعرفش تقول لا. إنما المستحب ممكن يبقى لك مندوحة تقول لا لا ماشي. يبقى إذن الواجب كالقيد. طبعا كل ما فك القيد بتاعك مش يكون أحسن؟ طبعا يكون احسن. يعني النبي عليه الصلاه والسلام كما في حديث ابي هريره في الصحيحين لما قال ايها الناس ان الله فرض عليكم الحج فحجوا، فقام الاقرى بن حابس قال اكل عام يا رسول الله؟ فسكت. اكل عام يا رسول الله؟ فسكت. كرر ثلاث مرات والنبي صلى الله عليه وسلم يسكت. ثم قال له ذروني ما تركتكم، طول ما انا ما قلتلكش حاجه اسكت، فإنما أهلك الذين كانوا من
يجي واحد يضوع حرف في مسألة ينزل الفرض يبقى عسر على ملايين. لو قلت نعم لوجبت ولما استطعت. فتصور مثلا لو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم كل عام كنا رحنا بده. أنا حج منين نهاردة؟ الحج نهاردة اللي هو على الجلط بخمسة وثلاثين ألف. لو أنا عايز أحج أنا ومراتي ولا حاجة بتاع دي سبعين ألف. صح الفلوس ملهاش قيمة بس هي فين؟ ها؟ عشان ما فيش حد يقول ايه ايه فلوس ايه هي فين؟ يا صح ملهاش قيمة بس هي فين الفلوس؟ أطلع حج بسبعين ألف أنا ومراتي؟ في ناس بتموت شوقا إلى رؤية البيت العتيق ومش قادر يروح. فلو قال نعم لوجبت يبقى سكوته كان رحمة أم لا؟ كان رحمة. ليه؟ علشان يخفف عنك الإيه؟ يخفف عنك القيد، لأن الوجوب قيد. طالما أنك أنت ما عملتوش ولا عذر لك ستعاقب عليه، يبقى قيد. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخفف القيد خطا. ولذلك قال إيه عليه الصلاة والسلام في الحديث نهى عن النذر. الجماعة اللي بينذروا الأصل في النذر الحرمة، لكنك إذا نذرت يجب عليك أن توفي. طب الجماعة اللي بينذروا دايما نذر مشروط، نادر قوي لما واحد ينذر نذر مطلق. يقول يا رب ان ابني خف هتصدق، ان انا نجحت هعمل كذا، ان انا توظفت هعمل كذا. يعني دايما نذر مشروط، يعني ان عملت لي هعمل. عشان كده نهى عن النذر. ليه؟ لانه في سوء ادب. ما يصحش ان المساله تبقى فيها مقابله مع الله. تقول اذا نجحتني هتصدقك او هصلك. لا، يندر ان يوجد من يقول نذر لله علي كذا بدون ما يربطها بحاجه. يبقى الاصل في النذر الايه؟ الحرمه، النهي، لكنه اذا نذر وجب عليه ان يوفي. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن النذر لا يقدم شيئا ولا يؤخره، ولكن يستخرج به من البخيل. فهو مش راضي يطلع حاجة، لا راضي يتصدق طواعية ولا راضي يعمل أي حاجة، تطلع طريقنا يقع في ورطة. يقول يا رب هتصدق إذا الواد ده طلع من الورطة دي أو أنا طلعت من الورطة دي. لكن النذر في الحقيقة لا يقدم شيئا ولا يؤخره، ولكن إيه؟ يستخرج من البخيل. فيبقى لما النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر عشان ما يجيش واحد يقول لك ازاي وقال الله عز وجل الذين يوفون بالنذر، يوفون بالنذر لا ويوفون بالنذر، ها يوفون بالنذر اذا نذروا، عشان ما فيش تعارض اهو، فيش تعارض بين الاثنين. قلت لك الاصل ما تنذرش حاجه، لكن اذا نذرت يبقى لابد ان توفي بالنذر. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى عن النذر قصد ان يفك الايه؟ يفك القيد، ما يحبسكش. فالنبي عليه الصلاه والسلام قال لهم ايه بقى؟ لما اتجمعوا في اليوم الثالث فعدد كبير، قال قد علمت مكانكم ولكن خشيت ان تفرض علي. جميل. يبقى صلاه التراويح من الذي سنها؟ يبقى لها اصل ولا لا؟ جميل. جاء زمان ابي بكر الصديق رضي الله عنه وكان امتدادا لزمان النبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما وابو بكر رضي الله عنه لم يلبث ان ارتدت العرب. يعني كانت خلافته رضي الله عنه سنتين وكان شهر، قضاها في حروب الرده المشهوره اللي انتم عارفينها. فبقي الامر كما هو في زمان النبي عليه الصلاه والسلام. فلما جاء زمان عمر وطالت خلافته دون الدواوين وعمل بقى بيت المال وحصل بقى اجتهادات كثيره وظهرت معالم الدوله في زمان عمر رضي الله عنه.
ولم يكن موجودا في زمان أبي بكر ولا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم أنه جمع المسلمين في قيام رمضان على إمام واحد طيلة الشهر. فدخل عمر بن الخطاب يوما المسجد، أبي بن كعب كان هو الإمام اللي بيصلي بالمسلمين، ولما شاب أسرج في المسجد عمل إيه لمبات وكلوبات وحاجات زي كده من الزيت، ولقى المسلمين كلهم على إمام واحد، قال نعمة البدعة هي. ايه معنى البدعة هنا بقى؟ البدعة دايما العلماء الاصول لما يجوا يعرفوا اي مصطلح يقول لك تعريفه لغة وبعدين تعريفه اصطلاحا. خلاص؟ يعني كلمة مثلا النافلة تعريفها لغة الزيادة، تعريفها اصطلاحا ما زاد على الفرض. تمام كده؟ أي حاجة يقول لك تعرفوها لغة تعرفوها إيه؟ اصطلاحا. طيب. عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقصد هنا البدعة اللغوية. نعرف البدعة اللغوية بقى. هي كل عمل مبتدأ على غير مثال سابق. يعني واحد مثلا لما يعمل حاجة كده غريبة أوي الناس بتقول له ايه؟ يا اخي ايه البدع ده؟ ايه البدع ده؟ يعني مين اللي سبقك للكلام ده؟ جاء واحد مثلا هنا في بسوق وعمل برج 100 دور. مفيش حد عمل قبله 100 دور ده خالص. يبقى المهندس ده ايه؟ يقول لك ايه؟ مبدع. ها؟ ومنه قوله تعالى: بديع السماوات والارض. أي خلقهما على غير مثال سابق. وكقوله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم وهو يحاد قريش: قل ما كنت بدعا من الرسل. مش الأول رسول، إنما سبقني رسل كرام كثيرون. فأنتم بتنكروا علي ليه؟ تنكروا أن يأتيكم رسول ليه؟ وأنتم تعلمون أن الله أرسل رسلا، فأنا رسول كما كالرسل الذين أرسلهم الله عز وجل. يبقى إذا البدعة تعريفها لغة هي كل عمل مبتدأ على غير مثال سابق. يعني ما فيش حد عمل زي ولا قلده. ها؟ لا أنا اللي اخترعتها كده. دي اسمها الإيه؟ البدعة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. يا رياح الخير جودي بالمشاعر وأريح القلب إن القلب حائر وافتحي للعلم بابا داعبي من الخواطر والمشاعر حدثينا واحكي عن أهل البصائر يا رياح